الآن الحزب الديمقراطي في انقسام واسع، بدليل أنت أوباما لحد الآن ما أيد هالكمالة هارس، ما سوى لها اندورسمنت. لكن هيلاري كلينتون، لأن هي اللعبة صارت داخلية، هيلاري كلينتون وزوجها وبايدن هم اللي سووا لها تأييد. ليش؟ لأنه يردون يوخرون تأثير أوباما على الحزب وعلى المرشحين. شوف هذا الانقسام، انقسام حاد. نعم، فسووا الجماعة حتى يجمعون فلوس، قدموا موعد المؤتمر أستاذ عدي. هذا ترتبط بالانتخابات هسه في فصل، يعني في موضوع الانتخابات اللي أنت تسمع عنه حتى نمر به بسرعة. قدموا موعد الكونفنشن مال المؤتمر الحزب الجمهوري اللي هو المفروض في 15/8 راح يسووه في مطلع بداية الشهر الثامن. ليش؟ حتى يقدرون يشوفون مرشح. كمالا هارس ليست مرشحة رسمية للحزب الديمقراطي لحد الآن. واضح؟ نعم، ليست رسمية. لازم تخش بالمؤتمر، يقال لأنه ماكو غيرها راح تعبر. بس لحد الآن المتبرعين منطوها، كذبوا قبل يومين وكشفوهم الجمهوريين بالمناسبة، قالوا جمعنا 81 مليون. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نعم، هذه أموال بايدن، ما يصير عزيزي، هناك قانون، هاي ما يصير تجيها، تعرف كيف؟ هاي جاية الآن متبرع البايدن مثلاً، أنت متبرع البايدن، ما يصير تروح الكمال هارس. يجوز أنا ما أقبل متبرع. زين، ليش هو متبرع للحزب؟ لا لا، للحملة، حملة فلان. إيه، حملة بايدن، أنا متبرع لبايدن اللي يصير رئيس. صح، بايدن انسحب، مو؟ فأنا المتبرع يجوز ما أقبل أموالي تروح الكمال هارس، فبالقانون ما يصير. فهم